بسم الله الرحمن الرحيم صباح الفل صباح الخير صباح الجمال صباح كل حاجة حلوة صباح التفاول صباح العمل صباح النشاط صباح الصحة وحشتونا على المستوى الشخصي وحشتونا كل فريق العمل انتوا وحشتوه وخلينا نقول ان احنا عشان تعرف غلاوة حد او محبته لازم يبعد عنك فترة وتشوف انت فعلا بتحبه ولا لا اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة او الحلقة الاولى في الموسم الثالث لبرنامج صحتك ثروتك أنا كنت في منتهى السعادة الفترة اللي فاتت كنت صريح يعني في منتهى السعادة وحزين برضو في نفس الوقت كنت حزين لأن أنا بعيد عنكم ولكن ده نتيجة لظروف تعاقدية خاصة بفريق عمل البرنامج كنا بعيد وكنت سعيد لكمية التليفونات اللي بتجيلي بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة فين برنامج صحتك ثروتك فين كله بيسأل برنامج حتى إدارة القناة كان كل شوية يتصلوا بينا صحتك ثروتك أخبارها إيه أخبارهم إيه الناس بتسأل عليكم ومستنينكم وبتاع لحد ما ظبطنا كل التعقيدات بتاعتنا الخارجيه والداخليه ورجعنا لكم تاني. خلينا نتفق الاول برنامج سعادتك ثروتك هو برنامج متخصص ويمكن ده سر النجاح واستمراريه البرنامج. بمعنى اخر حضرتك لو شفت الخبرات بتاعت الفريق العمل بتاع برنامج سعادتك ثروتك في المجال الطبي والمجال الدوائي تعدي 100 سنه فعلا. واحنا اخترنا كده احنا اخترنا الطريق الصعب من الاول. اخترنا احنا نتكلم في مجال تخصصنا، بمعنى اخر انا ما ينفعش اتكلم مثلا في الفضاء مش بتاعتي ما ينفعش اتكلم في الفن مش بتاعي ما ينفعش اتكلم في السياسه مش بتاعتي احنا بنتكلم في الحته بتاعتنا وعلشان كده لو تفتكروا من سنه فاتت في موضوع ازمه كورونا كانت مشكله على سبيل المثال انا بدي مثال طبعا مشكله ازمه كورونا ان فيروس كورونا كان مسابق العالم بخطوه ان العالم كله كان بيجري بخطوه احنا برنامج صحتك ثروتك عشان احنا برنامج متخصص احنا اللي كنا مسابقين بخطوه لو ترجعوا لحلقاتنا السابقه في كل ما يخص فيروس كورونا كل اللي كنا بنقوله بيحصل دلوقتي وكان بيحصل قبل كده. حتى لو تفتكروا كنا دايما بنعتمد على ان احنا بنحاول نهدي الناس لان احنا معروف عارفين بحكم خبرتنا ان الموضوع مطول شويه فبما ان الموضوع مش مطول شويه محتاج نفس طويل شويه محتاج الناس حتى في الاجراءات الاحترازيه بتاعتها تاخدها بهدوء. عشان ما الناس ما تجيش تشد شهر واثنين وثلاثه وهوب الموضوع يهبط معاهم كنا ماشيين عكس الاتجاه ولكن احنا اللي نجحنا في الاخر واحنا اللي كانت هديكم حاجه على سبيل المثال مثلا مثلا كنا بنستعرض الاحصاءات ايه المدن اللي فيها فيروس كورونا اكتر من مدن تانية وده كان ليه مرجعيه عندنا احنا واعتقد بعد كده في ناس كتير جدا قلدتنا انا عايز اقول ايه عايز اقول ان احنا بنتكلم في الحته احنا ما بنفتيش وعلى فكره قبل ما نطلع الكاميرا قدامكم برغم ان احنا بنتكلم في مجال تخصصنا بنذاكر كويس قوي واجتماعات واونلاين وزوم علشان في الاخر نطلع نوصل لكم معلومه وده الاستراتيجي بتاعت البرنامج ان احنا عايزين في الاخر نوصل لحضراتكم معلومه على فكره حتى لو المعلومه هتوصل لشخص واحد ويعملها ده قمه النجاح بالنسبه لنا قمه النجاح بالنسبه لنا ان انت لما تقول حاجه وتفيد الناس لما تقول حاجة وتحس إن هي انعكست بطريقة إيجابية على الناس هي دي الاستراتيجي بتاعت صحتك ثروتك إن إحنا نتكلم في الحتة بتاعتنا ونتكلم في كل ما يخصنا اه لو لو تفتكروا كنا من سنة لأن إحنا يمكن لنا ست سبعة أشهر ما طلعناش وكنا ختمنا إن إحنا كنا بنحاول حتى الجانب النفسي بنشتغل عليه ان احنا عايزين كنا ساعتها كانت الناس عندها حاله هسس والحاله المعنويه والمزاجيه بتاعتها كانت منخفضه جدا ان كنا بنحاول نرفع ازاي الحاله المزاجيه حتى لو بابتسامه حتى لو بمعلومه ده على فكره ده الهدف الاساسي من البرنامج والبرنامج لما تم يعني فكرنا في البرنامج احنا كان الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نعمل حاجه تفيد الناس هي دي الهدف الاساسي من برنامج صحتك ثروتك خدنا الطريق الصعب ولكن في الاخر احنا ان شاء الله هننجح واحنا مصممين على النجاح آه انا سعيد ان انا رجعت لكم تاني وان شاء الله تعالى ما نختفيش تاني حتى انا على المستوى الشخصي اتعلمت ان حتى في الشروط التعاقديه بتاعي في اي حد تاني ان انا ابقى حاطط برنامج صحتك ثروتك هو رقم واحد لان هو ده الاساس وهو ده اللي احنا بنبتغي مرضات الله واتمنى ان احنا نكون ضيوف خفوف عليكم ونتمنى ان احنا في الاخر يبقى في بيننا وصل اتصال وده هنفكر فيه الفتره اللي جايه تبقى اكبر من مكان لان اكتشفنا في الاخر ان البرنامج ده هو برنامج انتوا البرنامج ده هو انتوا اللي بتقدموه انا خلصت المقدمه بتاعه الموسم الثالث بتاعتي وحشني كلمه المخرج يكلمني في الاير بيس يا دكتور على نطلع فاصل ما نطلعش فاصل اقول لا ما نطلعش على فكره انا عايز اقول حاجه في الاخر الناس اللي خلف الكاميرا بيتعاملوا معانا جامد جدا لان احنا الريتم بتاعنا رتم سريع وبيعتمد على المفاجات احنا على فكره البرنامج بتاعنا بيحصل فيه مفاجات كتير جدا على الهواء عشان كده لازم الناس اللي ورا الكاميرا يبقوا معانا بنفس الريتم بتاعنا وحشري فاصل ونواصل تطلع لي فاصل وبعد الفاصل نواصل اشوفكم على خير